هل يجوز الوضوء على الجورب؟ المسح على الجورب من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وتركه أحوط، وقد سبق البيان عن أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في المسح على الجورب، كل حديث التي وردت في المسح على الجورب ضعيف. إذن على أي أساس جوز العلماء القائلون بالمسح على الجورب؟ جوزوا المسح على الجورب، جوز ذلك بالقياس على الخفين وبأفعال بعض الصحابة، أما المنعون فتمسكوا بالأصل وأرجلكم من الكعبين.